أهلا بكم. فيما لم تصدر بعد أي دعوة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، تتواصل الاتصالات والمشاورات، فيما يبدو أن العقد تتخطى الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة إلى التفاصيل وتوزيع الحقائب والوزارات. ويفترض أن تتضح في الساعات المقبلة الإجراءات التي اتفق عليها في الاجتماع المالي الذي عقد أمس في القصر الجمهوري، والذي سيضع حد لأزمة الدولار والسيولة بعد المشهد المؤسف للبنانيين الذين انتظروا أمس ساعات أمام محطات الوقود بسبب الإضراب لأصحاب المحطات والذي جرى تعليقه ليل أمس. تفاصيل كل هذه التفاصيل وهذه المحاور أبحثها مع ضيفي اليوم الأستاذ جون مفرج. أهلا وسهلا فيك أستاذ. فيك التأهيل. يعني شفنا امبارح قدام محطات البنزين كيف الناس نطرت وقت طويل، ويعني مشهد أعاد إلى أذهان بعض اللبنانيين يعني فترة كتير بشعة. يعني أنا ما بعرف ليش عم نستعجب بهالموقف بالوقت الشعب اللبناني كله انتفض ونزل على الشوارع، وهي اهم كتير من انه انا عندي بنزين او ما عندي. اللي ما عنده اكل، اللي ما عنده اكسجين تيتنفس، اللي ما عنده مي نظيفة تيشربها، هلا رح يستعجب من هال. انا بدي اقول لك شيء يا استاذ جان، يعني اللي ما عنده بنزين شوفير التاكسي بده يقعد بلا اكل، بده يقعد بلا شرب، يعيش كل يوم. ما هو المسكين قاعد بلا شرب وبلا اكل، ما هم يخلونا ما جوعونا؟ هل حرامية هودي الموجودين؟ انا بدي اعطيك شيء، بدي اعطيك ليحة. ليحة هيدي نزلتها ويكليكس. نعم. وفي اسم تاني نزلوا ميشيل لاروش، هاتوا هيدا شي واحد لبناني بسويسرا، على موقع سويسراني، عن اسماء اللبنانيين اللي معهم مليارات. انا رح اعطيك اياها انت اذا بدك تقري قريه بلا ما نقول اسماء، واذا ما بدك تقري اي انسان بحب يعرف لازم يسال لانه بيقدر يطلعهم. كل هالزعماء ولك من وين جايبين هالمليارات، ولك كلن ما حدا خلق الا كان فقير معتر ما بيقدر ياكل، بحزب او بموقع او بشي، توصل سرقونا قتلونا نهبونا. شرفي هاي ما حدا رح هيدا، هيدي لسه من كم واحد اذا بتريدي بس نشرت، يعني نشرت منشورة كم واحد فيها؟ 34 اللي محطوطين هون، 34 هودي المحطوطين. انا بتحديهم، هن عارفين نفسهم، هودي المقيدين هون عارفين نفسهم، بتحديهم واحد منهم ينكر اليوم ما بلش برايك يعني بعد 17 ينكر إيه؟ انا بدي اياهم ينكروا اليوم لما نروح نحط قوانين نحن بموضوع رفع السريه المصرفيه بمكافحه الفساد وغيرها، هاي القوانين اللي هلا الناس عم تطالب فيها، ولازم يفترض انه بلشت بلجنة الإدارة العدل. بدي أقول لك شيء، بلشنا شوي موضوع استعادة الأموال المنهوبة. مين بدي يحط هالقوانين؟ هل إحرامية الموجودين؟ لا بس في ناس عم بتراقب اليوم. مين بده يراقب؟ ولك مين بده يراقب؟ ما بيعملوا عقدة بكل وحدة، مثلا اللي بده يعمل دعوة مثلا إنه بده يروح، بيقولوا لك بدك 5 نواب أو هاللجنة مجلس النواب بده يعينها، بيعين كل اللي هيدا من الناس اللي بدهم يسطروا عليهم. عيب 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 عيب، وصلنا الوقت الشعب صار لازم يكون صار. بس عنا غير طريقة انه نجرب بموضوع القوانين لاستعادة الاموال المنهوبة، غير هيك كيف نرد مصر؟ اها هيدا القانون اعادة الاموال المنهوبة، هيدا بسيط، هيدا اللي بيعمل تسوية اللي انا عامله ودارسه. ليكي انا ما بقول لك اني تسوية شو يعني، ردوا شوي وخلوا شوي. لح تفضلي، مطلوب قانون هيدا بشباط، هاي الجريدة بشباط ال 19 هيك فيها مطلوب قانون لاسترداد المال العام المنهوب. هيدا بنقدر نعمل تسوية عليه، يعني نحن بنعرف كل هالحرامية هالقانون هيدا تفاوض معهم لاسترداد. نعم 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 يا حبيبتي، اذا بدك تحطي اذا ما اثبتنا عليهم يا خيي تقلك شيء، اذا بدنا نحط كل حرامية
ما في لك شيء. كل واحد اشتغل مع الدولة من الموظف الكبير لفوق فوق 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 حرامي، من الحرامي بدنا نحطهم بالحبوسي. بخلينا نتفاوض نعمل قانون بنحاسبهم، مش بس بنرد المصريات. يا عمي الله يسامحهم يردوا نرجع نحن. لبنان مش مكسور، لبنان منهوب. اذا بيردوا هالمصريات بنرجع نحن شعب، شعب واعي، شعب شغيل، شعب نشيط. بس بحق بعضنا من منيح جينا يا ستنا. بدي اقول لك شغله، تذكري بشارة الخوري هيدا الرئيس قاموا تظاهروا ضده، ولكل تظاهروا ما قد اللي نزلوا بصيدا او نزلوا بالشارع ببيروت، قام قدم استقالته وقال انا الشعب ما بقى بدي. نحن فخامة الرئيس ما في منه كتير عظيم، بس ما عم بيسمع صوت الشعب. عم يسمع يا امبارح مين حل الازمه الماليه؟ اليوم مين عم بيمين؟ مين عم بيحل الازمه الماليه؟ امبارح دعا لما شاف انه ما حدا قام دعا لاجتماع مالي لكل المسؤولين وعم بيحلها. شو بدهم يعملوا؟ الناس على الشارع قال لهم تفضلوا تعوا لعندكم لعندي لاتحاور. ايه تحاور هو رئيس البلاد، شو في يعمل اكثر من هيك بظل الصلاحيات اللي عنده؟ لا 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 انا ما عم بقول، ما عم بقول رئيس البلاد عم بيقصر. لا انت عم تقول ما عم يسمع الناس. يا حبيبتي وقت اللي بينزلوا مليونين على الشارع انا شو بعمل؟ انا لازم يكون عندي وعي كافي وناضج سياسي كافي اتصرف حسب هالناس. قلنا لك بشارة الخوري. طيب اليوم راح يصير في تجاوب مع الناس لما يعملوا الحكومه وبصير في اخصائيين وفي. يا حبيبتي طيب الحكومه ليه ما بيشكلوها؟ ليه مصرين على الحريري يشكلها مع مطعم سياسيا؟ هالسياسيا ها هالسياسية مين من حرامية؟ ولك بدي اقول لك مين من حرامية؟ يمكن يكون وجوه جديدة سياسية. من وين بدهم يجيبوهم؟ من بيت بيهم؟ حزبية. ما رئيس الحزب تبعهم بيكون من من بس من يا استاذ جون اليوم القصة أكبر من هيك، قصة إنه واللي شفناه اليوم نحن بلبنان والتدخلات الغربية اللي عم بتصير أمريكية وفرنسية وبريطانية وروسية وإيرانية، ما فينا كمان نحط البلد بمواجهة حكومة نجيب ناس كلها جديدة. حبيبتي عشان بيدخلوا، وناس عندها خبرتها يمكن ببعض البلد، بس نحن بالبلد لبنان مش يعني موجود بمنطقة جغرافية ما فينا نتعامل بال هالجموع نزلت على السوق هاي وراها البريطاني والامريكاني والسوري والروسي. مش هو نزلهم بس هو استفاد فيما بعد. كيف مش هو اللي نزل الناس، الناس نزلت ما بقى تتحمل انتفضت. أوكي. بس اليوم فينا نقول انه هذه الدول لا تستفيد من اللي عم بيصير بالشارع. ما بعرف تركيا هي اذا بتستفيد لا انا إذا كانوا شاطرين وبيقدروا يستفيدوا على سلامة عين كمحلل بيكونوا هن الشاطرين ونحن الحمير. نحن حمير وهن شاطرين. طيب اليوم لما ينحكى نحن نزلنا عم نطالب عن حقوق. لك والله عيب أقول لك، والله عيب أقول لك إني أنا اللي بيطلع بأوقات ما بيكون معي 100 ليرة أقدر أحطها بجيبتي. والله عيب، والله عيب. ما لي عين احكيها، حكيتها مرة ضحكوا علي ما صدقوني. انتبهي شوي. الناس كلها موضوعة يا سجن، الناس كلها موضوعة. انتبهي شوي. نحن لازم نسمع لصوت الشعب. اليوم بهالوضع صار بهالملايين، يعني أكثر من نص سكان لبنان نزلوا على الشارع، وربع النص الباقي مؤيد اللي نزلوا على الشارع. صح. لازم نحن هودي نسمع صوتهم. لازم نقدر وضعهم. طيب بنقدر وضعهم، بس كمان فينا نحط البلد هيك بمهب المجهول؟ مش بمهب المجهول. طيب يعني شو اذا بكره شفنا نحن دعا فخامه الرئيس لاستشارات نيابيه؟ لا ما يدعي عظيم. تيار المستقبل بيقول عنده مرشح، وحزب الله مرشح، وحركه امل مرشح، وكل حدا مرشح. طيب هودي كلهم صعبه، حنقدر نسمع هودي كلهم صعبه. هلا اللي هلا بيمثل ليك مجلس النواب من مين اجى شرعيته؟ من الشعب. الشعب سحبوا ايديهم منه. اليوم ما بقى في شرعيه الا شرعيه الشعب. بس المؤسسات ما فينا نلغيها. مين بده يصير رئيس؟ مين بده يصير رئيس؟ ايدينهم ما قدروا يروحوا على المجلس. القوانين اللي حكينا عنها استعاده الاموال المنهوبه مش هن اليوم بده يدرسوها ويقروا عليها؟ في واقع لبناني بنتعاطى معه. حبيبتي اليوم
شرعيه نزلت منهم، لانه هاللي اعطاهم الشرعيه هو نفسه تظاهر ضدهم. هلا الشرعيه صارت شرعيه شعبيه. اليوم ننصاع لهالشرعيه الشعبيه، بنعمل قانون انتخابي عادل وبنعمل قانون جديد، واللي بينبسط من القانون الجديد هيدا الشرعيه المضبوطه. هلا اليوم انا بالنسبه للواقع، بالنسبه خلص الشرعيه صارت بهالشارع، هي الشرعيه. ما اجوا بدهم يعملوا اجتماعات ما قدروا فاتوا، لكن النواب ما قدروا فاتوا على المجلس، شو بدك اقل من هيك عيب؟ طيب انت سالتني قلت لي ليه متمسكين بالرئيس الحريري هو يعمل رئيس حكومه، وليه برايك اليوم الرئيس الحريري رافض؟ لانه عم بينحط عليه شروط، الرئيس الحكومي الرئيس حريري مين من قبل حزب الله؟ بدي اقول لك شغله، بدي اقول لك شيء. رئيس الحريري تجاوبا مع هالمظاهرات، يعني الوحيد من اللي حاكمين حس استاول. طيب هلا هني بدهم ايه؟ صح. طب بدهم ايه؟ هو قال لهم انا ما بقدر، ومعه حق، فوت على الحكومة إلا ما أعمل حكومة بتمثل هالشعب اللي عم بيعيط. هني لا، بدهم يحطوا سياسي، ولك ما هن السياسيين انسرقوا، وش بقى بدنا منهم؟ هيدي هي الوضع، الوضع ما هن وطني، ما هن أخلاق وطنية، كل واحد بده مصلحته. إذا مشينا ما حدا عم بيبرم عن مصلحة لبنان، ما حدا عم بيبرم عن مصلحة الشعب اللبناني المعتر. طيب استاذ جون، إذا مشينا وقبلوا الناس، أنا كثير رح يزعلوا من هالحديث، بس أنا بدي أقول لك شيء. أولاً أنا ما عاوز حدا بشيء، ما عاوز حدا بشيء. ثانياً أنا عم بحكي اللي الشعب بيشعر فيه. ماني عم بحكي رأيي، رأيي أنا غير هيك. بس أنا عم ترجم عواطف وشعور وحكي الشعب اللي بيسمعه. تفضلي. طيب، إذا عم بروح عم أقول اليوم إنه الرئيس الحريري بحال مشيوا معه إنه حكومة ما فيها سياسيين. طيب المشكلة مين بده يسمي حكومة الوزراء التكنوقراط؟ الرئيس الحريري بده يجيب 18 أو 24 وزير هو يسميه. بدي أقول لك شيء. شرط عم نلغي الاحزاب هيك استاذ جون، اللي ما فينا نلغيهم. ولك ما بدنا الاحزاب، شبعنا منهم، شبعنا شبعنا شبعنا. طيب مرحله، يعني نحن ما فينا نوصل لمرحله نعمل هذا الاحزاب. قلتي عم تساليني مين بده يسمي رئيس الحكومه؟ مين اجا مين بده يسمي الوزراء؟ ليه دخلي؟ قلت قبل بمره، إذا واحد إجا قال بدنا هذا رئيس، أنا ما بعرفه والله، بس بسمع عنه قديش كويس، رئيس الصليب الأحمر دكتور بن بيت الزغبي، وهذا صديق وبخصه لرئيس الجمهورية، سموا، وين المشكل؟ وين المشكل؟ يعني برأيك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيقعدوا بسموا هن الوزراء؟ شرط ما يطلعوا، ما يطلعوا من دائرة هودي هاللي بيقبلوا فيهم هالحراك. يعني الحراك وقت بيقولوا لهم الدكتور زغبي وزير، ما رح حدا يقول هذا عيني فق راسي، هيدا عراسي. بس وقت بيقولوا لهم الدكتور فلان بدون ما سميه وزير، لك يا عمي هيدا ما هيدا حرامي، بدنا دغري يقولوا هيك. بدك تنقي اسماء وما حدا مخبى، كل الناس معروفه بلبنان، كل واحد حرامي معروف، وكل اذا ما بيعرفوه بالمستوى العام بيعرفوه جيرانه وقرايبين وكذا، بيعرفوه اذا حرامي بمجتمعه الصغير، ومجتمعه الصغير ما رح يسكت، رح يطلع شوي. يعني اذا كان قلنا ضيعه من بشمزين وقالوا جون فرج وزير وجون فرج حرامي، بشمزين 100 واحد رح يقول هيدا عم بيحكوا لكم ما جابوا الا هالحرام. يعني بنحرق، نرجع لموضوع حرق الاسماء بالشارع، كان موضوع رئيس الحكومه او الوزراء شو، او حتى بكره بالوزراء شو بهم، يعني اذا جابوا اسم مثل عم بتقولوا. لا لا معروف معروف، ما بيضيعوا، ما بيضيعوا. يعني اليوم الثقه بدها تاخذها الحكومه من الناس مش من مجلس النواب. بك يا عمي مجلس النواب ايش الثقه تبعه؟ ثقته انه هو ما رح ينبسط. ليه؟ لانه بده حراميه مثل اكثريتهم، ما رح ينبسط.
نقطة على السطر غيرينا الموضوع. ما فينا نعمم كمان استاذ جون. لك يا عمي قلت لك أكثر ما مش كله. ما فينا نعمم. مش كله. طيب اليوم كنت عم تقول هلا بدك تقولي لي هودي هاللي مذكورين هون بالليحة. الواحد منهم معه 500 طيب مليون و300 مليون وكذا، هودي ويرتين من بيّن وأمهم؟ عندك لسه هون شو فيهم؟ شفتها. طيب وكلهم عارفين انه اسمهم نازلين على الليستا. قلت لي انه اليوم ما في الناس نزلت من ما حد ارادتها دون اي تدخلات. برايك اليوم ما في شروط امريكيه موضوعه على الرئيس الحريري وهو السبب الابرز انه اليوم الا ياخذ هذه المهمه بصدره ويشكل حكومه جديده لانه الشروط هالقد قاسيه؟ ليكي في تمنيات من الامريكان اكيد. تمنيات ولكن كلها بتصب بخانة المنيح للبنان. هلا كثير ناس بيقولوا نحن ما بنثق بالامريكان، وانا معهم بقول معكم حال. تجربة اللبنانيين مع الامريكان انما اليوم صدفة بهالوقت مصالح الامريكان بتصب بمصلحة الشعب اللبناني. يعني مثل ما حكينا قبل الامريكان هممهم انه هن يكون وضعهم المميز بلبنان كدولة كولاية، يعني كسياسة خارجية لبنانيين لازم يكون مميزين الامريكان. بس هيدا بحد ذاته رح يعمل لنا مشكل، يعني بدهم لبنان يكون ولاية وامريكي. عم تقطعيني، طولي بالي. تفضل. طولي بالي. ما الامريكان بمشروعهم اهم قادة عسكرية بالمنطقة رح تكون بلبنان. قلت لي هون قبل واكبر سفاره عم يعملوها عندنا بعوكر عم يستثمروا. ومين بده يعترض؟ ما هن رح يكبوا المصاري بلبنان، يعني مقابل عاشري الفقير بتفقري وعاشري الغني بتغني. طيب رح يكبوا الفقر بلم الامل والسيبان، والغنى بلم ما بعرف شو بيقولوا المال والاعوان. هذه هي. طيب رح يكبوا لنا مصاري مقابل شو؟ هيك حسنه ولا بدهم بالمقابل؟ ايه معروف بالمقابل شو بدهم؟ اولا بدهم يستعملوا لبنان كقاعده عسكريه. يعني شوفي قد بيدفعوا بتركيا لها بقاعده انجرلت. ثانيا لبنان ما تنسي انه منو عاوز حدا، لانه لبنان جاي في معادن، في بترول وفي غاز وفي كذا، وهيدي من مصالح الاستراتيجيه الامريكانيه. بس وين رحنا هون بمشكله مع حزب الله؟ اليوم الامريكان رايحين فايتين، عم في عقوبات اقتصاديه عم بيكون اثرها على كل الاقتصاد اللبناني مش بس على حزب الله، لانه اليوم فايته بحرب اقتصاديه مع ايران وحزب الله. ما رح جاوب على هالسؤال. لان ما عندي معلومات عنه اطلاقا، ما بعرف شيء عنه، ما رح جاوب. ما بعرف. ما فيني دافع. ممكن يكون في مواجهه بين حزب الله والامريكان عندنا بلبنان. إيه إيه معقوله 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 معقوله، كل شيء وارد. انا ما بعرف هون، انا ما بعرف. ما بعرف تجاوبي. طيب اليوم الحل رح ينطر لحظه اقليميه، لحظه اقليميه حل دوله لنعمل حكومه. هلا ليكي هلا هالقوى السياسيه هلا الباقيه بالحكومه عم تتصرف بكثير بالمكابره، عم بيتكابروا وتركه البلاد كلياتها ما بايدان هل عم بيتلاعبوا فيها بالداخل وبالخارج. يعني كل واحد عم بيتلاعب قادر عنده محل داخليا وخارجيا. في مسار انحداري سريع ماشيين عليه واضح، وما في حدا بالسلطة عم بيعرف يتعامل مع هالمخاطر لا بالمجال السياسي ولا بالمجال الاقتصادي. لكن هيدا شو بدنا نقول عن هالانحدار اللي عم بيصير وهاللي موجودين بالسلطة قاعدين مبسوطين، مش مبسوطين بس منهم فزعانين منه. نحن هون ولا يمكن يبقى بهالشكل الا بدها تجي يد انقاذيه قويه تنقذ لبنان.
هذا بالتأكيد. مع فكرة اليوم إنه حكومة تصريف الأعمال تاخد يعني بظل الأزمة اللي نحن فيها الاقتصادية واللي شفنا تبعاتها. ما مفروض تضل، ما ضل مفروض ضل. إذا مش متفقين على حكومة هلا مفروض. ليش القرار تبع وزيرة الطاقة ندى البستاني وهي وزيرة تصريف أعمال بموضوع الكهرباء استورد. حبيبتي الله يرضى عليكي. مستاءات النفطية. ليكي لو بدهم يحلوا قصة الكهرباء. ولو بدهم يحلوا غير قصص كانت انحلت من زمان عايام جورج فريم الوزير جورج فريم اجا بده يعمل يجوا سيمنز بده يلزمهم ما قبلوا ما لانه ما بيدفعوا لهم كوميسيون ما قبلوا هون الجماعه قاموا جورج حباي اجيبوا هيدي عم تحكي عن شيء 15 نعم وهلا عم بيلعبوا زيت اللعب هلا الالمان الالمان بيعتين بيعملوا معامل السيمنز نفسهم وبيتبرعوا بسبع نص الحق حق يعني هو بيكلف مليار ونص او شيء بيتبرعوا بنص يعني بيكلفنا 750 مليون دولار لمليار دولار بصير عندنا كهرباء لكل لبنان لكل لبنان وبزيادة بنعطي سوريا طيب بس اليوم هيدا هالوزير اللي كان بالطاقة فينا ما تحيي القرار عم بيحكوا الالمان عم بيحكوا ليه؟ لانه ما فين عم ما بيدفعوا كوميسيونات ما قبلوا فيها شو هيدا؟ طيب بعد 17 تشرين رح تتغير العقلية اللي عم تقول عنها رح يضل في ناس تقدر تكون في صفقات او لا خلص من هلا وبالراي ما في صفقات ما في سمسرات بدي اقول لك شيء نحن هلا عم نمر بفتره صعبه كثير وبفترة هو صراع بين الآدمي وبين الحرامي وأنا برأيي أنه هالأوادم بدهم ينتصروا هلأ إذا انتصروا أكيد بدنا نمرق بفترة كتير حلوة ولكن إذا انقلب عليهم الوضع وخسروا الكارثة بدها تصور بدنا نصير نشوف نصير نهرب نتخبى بالقبور تمام طيب لحد هلا كيف بتقيم الناس الانتفاضه بعد اكثر من 40 يوم الانتفاضه شغله كثير 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 مهمه الانتفاضه عملت الشرعيه الشعبيه بوجه الشرعيه الدستوريه وبلورت وجه الناس الحقيقة بطريقة عفوية وخلت الصوت يوصل للمسؤولين ويحسبوا له حساب هلا هني حاسبين له حساب وعم كانوا عم بيتصرفوا منهم حاسبين حساب وصار الحراك مؤسسة شعبية توازي المؤسسات الرسمية هلا ما فيها تعمل تشريع وبدأت المطالب تتبلور صحيح أن التركيز لا يزال على المطالب الحياتية لكن الحراك رسم خريطة طريق للوصول إلى هذه المطالب وفي مقدمتها حكومة مستقلة من وجوه توحي بالثقة لم يعد يقبل بأقل من ذلك ما رح يقبلوا بأقل وهذا ما يبرر ردة فعل الشارع على المعلومات التي تحدثت عن وقوع الاختيار على محمد الصفدي مشان هيك الشارع نزلوا على الطريق وبهالوقت هيدي قيادة بس كمان الجيش فيها تضل تفضل كفي قيادة الجيش حقيقة أثبتت وعيها لهالموضوع وكانت عم تكون حامية للشعب طيب فين الناس يضلوا يكفوا هيك بيرفضوا كل شيء عم يتقدم؟ هلا ليكي الناس شو عندهم تيخسروا؟ ما بقى عندهم شيء، ما خسروا كل شيء. بقي كرامتهم. ما رح يخسروا. طيب بس اليوم لما يصير في أي تحركات شعبية استاذ جون بتصير المطالب يكون سقف المطالب عالي وهذا شيء طبيعي،
بس مش دائما كل ما بيتم مطلبه يعني بيتم تحقيقه. كرمال هيك اليوم اذا رحنا على حكومه اكثر من نصها ثلثين تكنوقراط، واذا رحنا على اليوم قانون مجلس نواب القوانين اللي عم تنطلب وعم بيتم تحقيقها، فينا نقول انه بلشنا اليوم بعجله كبيره. ايمي اول شيء قوانين مجلس نواب يكون مزبوط ابدا. ما حدا رح يدين نفسه، كل واحد بده يعمل يعني اليوم قانون حاجة. استقلالية القضاء اللي يبحث بإدارة لجنة الإدارة والعدل، هذا ايه. قانون يعني طرحه المجتمع المدني المفكرة القانونية ايه. وتم بعض النواب بكلمتين كلمة من هون وكلمة من هون بغيروا القانون، يعني ما عندنا ثقة أبدا بمجلس النواب بغيروا كثير بالقانون. هلا المهم بالنتيجة بدهم يقولوا يا مجلس النواب يا الحكومة يا كذا، قانون القضاء المستقل بدهم يعملوا قانون يقيموا دورة الرئيس نبيه بري من عنده من الدرج. قدموا الرئيس حسين الحسيني وبطرس حرب وعشر نواب بهديك الايام موجود قانون استقلالية القضاء لحو نايم بالدرج تبع دولة الرئيس نبيه بري، يقيموا ويحط ينفض هذا. هلا اليوم في بحث جد بقانون بيشبهه للقانون اللي كان طرحه الرئيس الحسيني، لانه واضح يعني نشرته المفكره القانونيه الى سنين عم بتحارب في هذا القانون. اولا بيحكي انه اليوم مش مجلس الوزراء بعين القضاة، في اليه جديده بس بدهم يكونوا رابطين فيهم بالنتيجه، يعني فاقد الثقه كليا انت بمجلس النواب. انا فاقد الثقه كليا اكيد استجون نحن اذا رحنا عملنا انتخابات. طيب ليكي حبيبتي اذا حقيقه هيك بدهم ليه ما بيقيموا هالقانون اللي انا عم بقول لك اياه اللي قدموه من هذيك الايام ولحقوه بالدرج عند، واذا هن مضيعينه انا عندي اياه بجيب لهم اياه، ليه ما بيجيبوه؟ بيقيموا هيدا بدينوا هيك هني بدهم صحيحياته هيدا. طيب فينا نحن حتى لو رحنا بكره وعملنا انتخابات نيابيه، برايك نتائج هذه الانتخابات رح تلغي هيدي الاحزاب؟ ما فينا بليلة وضحاها نلغي هيدي الاحزاب، بنتعامل معها انه هي موجوده، هي اليوم عندها جمهورها عندها حيثيتها. بدي اقول لك شيء، اكيد ما رح تلغيها 100% بس اكيد رح تخفف من سلطتها. هلا خذي امتين كان بسور ولك بسور يعملوا مظاهرات ويسبوا على الزعماء وعلى نسوان الزعماء، ببعلبك ولك ببعلبك حزب الله مسيطر 100% اكيد ما بتلغيهم بس بتغير بنسبتهم التمثيلية، وانا متأكد انه راح يرجعوا الاوادم يصيروا اكتر، لانه بعد هيك حراك ما معقول يرجعوا ينتخبوا يرجع الصف ينتخب الزعران. بده يضل هوديك فيهم، بده يضل هوديك بس بيرجعوا طيب لما حضرتك تقول بدي حكومه تكنوقراط، ليه بتقبل الرئيس الحريري يرأس هالحكومه منه تكنوقراط الرئيس الحريري؟ صح، ورئيس الجمهوريه منه تكنوقراط. ليه بده يكون في استثناء للرئيس الحريري؟ انا ما بقول انا بدي إيه. يعني الناس هيك عم بتقول، الناس بتقول بدي حكومه تكنوقراط بس بقبل بالرئيس الحريري. ليكي اول شيء تجاوب مع مطلب هذا النقطة القوية فيها، انه فورا تجاوب مع مطلب الحراك، قدم استقالته وتبنى الحراك. بعدين لا تنسي انه الحريري بيمثل الوجه الغربي، يعني رايح عند الغنية، يعني معاشر الغنية مش الفقرة. ما هيدا سبب مشكلتنا يا استاذ جون، لما فاتوا كل الوزراء وكانت مصلحة الغنية ومصلحة اصحاب رسميل وصلنا لهون يا عمي، كانت تنحط القوانين والقرارات على قياسهم يا مهلك. بس انه ما قلنا لك عيش الفقير بتفقري بتجيبي الامل والسبان وعيش الغني بتتريحي، هذا الوجه الغربي يعني مع الغنية. وليكي اهم من كل شيء، شو ما كان السي تأييد الشارع السني له بنسبة كتير كبيرة، ليه بل ضعف مدة من الايام بالشارع السني هلا رجع قوة اكتر. وبعدين ثقة الدول الغربية، يعني بوجود الحريري مؤتمر صادر بيتطور وبيتنفذ مقرراته بأسرع، يعني عنده تأييد سني داخلي
مشي مع توجهات الشباب وعنده تأييد خارجي. انه اليوم صدر مش مرتبط بشخص الرئيس، غير مرتبط بشخص الرئيس. مين قال لك هيك؟ هيك يعني وصل للفرنسيين والمفادين اللي عم يجوا، نحن يعني مع حكومة تلبي مطالب الشعب ومستعدين نرجع مع حكومة تلبي مطالب الشعب. ما هيدي هي حكومة تلبي مطالب الشعب، معك أنا. شو في وراء هالحكومة تلبي مطالب الشعب؟ خلص هون نقطة على السطر، ما بدنا نجاوب، حكيناه. يعني برأيك اليوم ضرورة عودة الرئيس الحريري؟ أنا برأيي إيه؟ كرمال هيك متمسك فيه برأيك ثنائي الشيعي خصوصا حزب الله؟ مزبوط، مشان هيك وهو الوحيد اللي بيقدر يعمل لهم تغطية. تغطية، لأنه اليوم وضع الثنائي الشيعي حرج، بيقدر يعمل تغطية، بس هني متمسكين فيه على شروطهم. هو منه قابل إلا بشروطه، هيدا الفرق بس. طيب خلينا ناخذ فاصل علينا قصير ونعود بعد لمتابعة الحوار، فاصل ونعود. من جديد اهلا بكم ونتابع الحوار مع ضيفي جون مفرج. اهلا وسهلا فيك استاذ جون. يعني اليوم الناس عم تنزل على السوق حتى تجيب اغراضها، خصوصي هلا مع اول الشهر عم يلاحظوا الارتفاع الخيالي لاسعار المواد الغذائيه، وبالتالي فقدوا قيمه القدره الشرائيه الموجوده برواتبهم، خصوصا اللي عم يتقاضوا رواتبهم بالليره اللبنانيه. واكثر الناس واكثريه الناس فعلا هيك عم بتصير. يعني هودي الناس هلا كيف قادرين يكملوا ونحن رايحين على ازمه يبدو طويله؟ نحن رايحين على ازمه صعبه كثير، مزبوط. وكيف هودي بدهم يكفوا؟ هيدي قدره الله، الله بيساعد الكل. وتأكدي انه كل واحد رح يلاقي طريقة يدبر حاله، يعني يمشي. هلا نحن شو عم بيواجهنا؟ عم بيواجهنا مشكلة انه هالكبار وهالغنية عم بفلفلوا مصرياتهم. 18 شخصية لبنانية بهالفترة الماضية نقلوا مصاري بالطيارات متخصصة هيدي نقل الأموال لبرا، سويسرا ولوكسمبورغ، وأخذوا كتير مصاري. اليوم إجا نائب ظاهر، شو اسمه؟ ميشيل ظاهر. قال نحن لازم نعمل مشروع كنترول، كابيتال كنترول، قانون، نعمله قانوني. هلا اليوم عم يتنفذ هذا المشروع، هذا القانون، هذا الكابيتال كنترول بدون قانون. طيب شو هو هيدا؟ هو ضبط على الرسمين، يعني بيوضع مصرف لبنان ضوابط لسحب الاموال، على سحب الاموال. هلا عم بيعملها، ولكن نحن لازم هاي نعملها بطريقه قانونيه. شو نتيجته؟ يعني انت مع هيدا الاقتراح؟ اكيد. شو بتكون نتيجته؟ تمنع النافذين من تهريب اموالهم، يعني هودي اللي هربوا ما بده يقدر يهرب، بس اللي بده يهرب هرب. إيه لا، هسه في كثير عم بيهرب. اليوم اللي عم يحس فيها هو الفقير المعطر. ايه مزبوط، بس يعني اللي عنده صاحب معمل صغير وبده يعطي رواتب لموظفينه ويأمن حاجاته اليوميه، ما بقى عم بيقدر. ليه؟ لانه الفوائد عليت معليينها كثير. بغض النظر اصلا لما يعطوه $1,000 بالجمعه كيف بده يقدر يمشي حاله ويمشي ما في يقدر يسحب. بس لا، هسه في كثير عم بيحاولوا يهربوا. فلازم نروح على قانون، لازم نروح على هالقانون بيوقفهم. هلا المصارف هلا عم تعملوا هيدا، بس صحيح، بشكل غير قانوني. بس البعض ممكن نأذي النظام المصرفي اليوم بموضوع وقت نحط سقف للسحوبات، نروح على الكابيتال كنترول، حنأذي النظام المصرفي. هيدا النظام المصرفي اللي استقطب كتير اموال كان قبل بالسابق، خليجيه، عربيه، حتى اوروبيه. ما حدا يصير ليفهم هودي. هالمصريات اللي استقطبهم يا ريت ما جابهم،
لانه بين السرقه وبين الهدر وبين التسويات الماليه وبين هذول بعض الموجودين بالمصارف شو هني؟ البدائع. يعني في كثير ناس اليوم بحب يعني النظام المصرفي بالنسبه لهم نظام مربح وامن، اذا حطوا فيه اموالهم لانه بقى بعيد عن الازمات الماليه. طيب اوكي، لكن ليش ما فينا نجي نقول له نعمل كابيتال كنترول؟ عم تحكي ليش هلا ممنوع تسحبي الا 300 دولار؟ لانه هلا نحن بازمه، بس حنضل بهالازمه؟ ايه هيدي الازمه من 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 أصير. ما بتتخلص بجديد لانه لعبوا كثير بالودائع اللي بالدولار اللي كان عنده 170 مليار دولار. اليوم بنك المركزي ما بقى يقدر يمول شراء البنزين وشراء القمح، بكره رح يوقفوا كمان لانه ما بقى في روحهم بالتسويات الماليه وبالمحافظه على سعر صرف الليره. لو ترك الليره ما كنت هلا، لو تركها بالسوق الحرة ما كنت هلا وصلت لهالقد، لأنه كان عنده قدرة يبيع ويشتري. هلا هو لأنه جبره تضل هيك صار يضطر يضخ مصاري كثير تبطل عنده القدرة. اي بس لو قبل كنا شفنا هذا الارتفاع بسعر الليرة كنا شفنا وضع معيشة أصعب. لا 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 ما كنا شفنا وضع معيشة، كانوا بيقدروا يعلوا المعاشات شوي. ما هو مشكلتنا وين؟ يعلوا المعيشات بس الرواتب لما رحنا على المعيشة النتيجة بتضل أحسن من اللي هلا صار. نتيجة بتضل أرحم من اللي هلا صار. هلا لا بيقدروا يعلوا المعيشة ولا بيقدروا يوطروا صرف الدولار ولا بيقدروا يحموا الدولار. بس انحكى امبارح انحكى عن اجراءات بالاجتماع المالي اللي صار بعبده في بعض الاموال للمصارف خارج لبنان، بحال تم اعادتها ممكن نرجع نشوف هذا الاستقرار. اذا ردوها وهذا صعبه، بتكون قيمتها بتخدم على مدي قصيري. بس هي صعبه اعادتها وضروري تشريع الكابيتال كنترول، لانه هلا بتشكل البنوك بتتشكى على الدوله هلا مثل ما عم بيصير. ايه في المودعين عم في. طيب موضوع الصرافين، تعاطي الصرافين شو رايك؟ الصراف شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ بالنتيجه بقدر او بالنتيجه ببطل يصرف. ما كان هو سبب تحت الطاوله، سبب من اسباب ارتفاع الدولار بالسوق هالقد؟ ليكي مش الصرافين اللي وصل لل 2200 اكيد الصرافين استغلوا هالوحده وعملوا ارباح. ولكن لا مدام ما بقى في حدا يعمل صرف الدولار مطلوب، ما هو السوق شو؟ طلبوا عرض وطلب، في طلب وما في عرض. راحوا استفادوا من الوضع، بدهم يستفادوا اكيد. هل برايك اليوم عندهم قدره مصرف لبنان انه يمنع هذا الشيء؟ لا 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 لا، عنده قدره كلاميه قد ما بدك. طيب استاذ جان قد ايه برايك بعد لاختم انا وياك، نحن بعد عندنا مرحله صعبه، يعني اليوم اصعب مراحل عم بتمر على لبنان هي المرحله اقتصاديا، قد ايه بدنا نتحمل بعد؟ أنا قلت من قبل وهلأ برجع أقول لك مستقبلنا كتير منيح. هلأ المرحلة هي بقدر ما يستوعب المسؤولين اللبنانيين نحن شو ويشتغلوا على حل اللي نحن موجودين فيه. يعني أنا بدي أقول لك فورا إذا بتجي حكومة نظيفة تكنوقراط ما فيها الحرامية ولا سياسية، ضخ المصاري بيصير بسرعة على كلين. الأمريكان يظهر أنه عندهم بعض الشروط اللي هني بيساعدوا ساعتها الحل لله. الشرط الأهم فيه أنه قرار الحرب والسلم ما يضل بحزب الله، يصير بمجلس الوزراء. وتاني شيء أنه حزب الله يتعهد أنه ما يتعاطى مع كل برا. يعني معه حق حزب الله لما يخاف من هذه الحكومة ويقول أنه تظاهرات مستهدفته. بشو معه حق؟ لما حزب الله حس اليوم انه في استهداف للمقاومه. ليكي بدي اقول لك انت قلتها هلا لما عم تحكي عن شروط امريكيه. هلا استهداف للمقاومه مشان شو؟ لاضعافها. مشان شو؟ شو السبب لاضعافها؟ لانه امريكا لاسرائيل يعني؟ صح. ما اسرائيل شئنا ما ضلنا ماشي. بس اليوم بتريحها اكثر لاسرائيل لما تروح تضاعف حزب الله.
اي بس نحن عم نموت بالمقابل. اسرائيل منا لا سألني عنا ولا سألني عن حدا. اكيد منا سألني عن حدا اسرائيل. اذا ما نحن بدنا نعرف كيف بدنا. طيب رح يقبل حزب الله بهالشروط؟ قادر حزب الله يقبل بهالشروط؟ شروط شو؟ الامريكيه اللي عم تحكي عنها موضوع قرار السلم والحرب وغيرها. بعتقد لا 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 لا، مشان هيك يمكن منا ويردي منا ويردي مشان هيك. هذا سبب من اسباب تاثير الحكومه. طفينا بس بس بدنا يعني أطلع. رحنا برايك صارت الازمه مدوله؟ ازمتنا مدوله صارت. هلا ليك بدي اقول لك شغله. هلا كلهم بيقولوا لا، اساسا هي من الاساس عندها بي وعندها امه واثنيناتهم منهم بلبنان برا من زمان ازمتنا. اثنيناتهم البي والام منهم بلبنان. هلا ما تساليني انا ما بعرف وينني يعني، بس انا شايف وقت بتكون ما في زعيم للحراك وهالحراك ماشي مثل الساعة شو يعني. بقدر فكر يعني، مش هيك عم بقول لك بي وام، بس انا من عارف مين. وقتنا انتهى استاذ. اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. بس اتوجه للكورة شو. مرة الماضي ما توجهت للكورة، هالمرة فيك تتوجه تفضل. ايه حكيك عن مرتين. ليكي ايه لازم احكي عن مرتين. ليكي نحن عنا بالكورة وضع كتير كتير مهم يعني، من حيث انه يتصرف موسم زيت الزيتون. موسم زيت زيتون هلا بس بدنا نصرفه. ايه. هلا هو المشكلة بالزيت والزيتون اللي هو احسن موسم بالكورة، بس في عنا مرض عين الطاووس، ودعينا نحن النواب ووزير الزراعة والكل يساعدونا تنتخلص من هالمرض. بكل الاحوال انا بس بقدر اقول انه الكوره جايها ايام عز تختلف عن الايام التعتير اللي مرقت فيها قبل، تختلف كتير. ايام العز انه بده يشهد بالكوره زعامات جديده وحلوه، مش رح يكون عنا معترين كل واحد بهمه ايش بده يفوت لجيبته. لا، هيدي بقول وباكد انه معلوماتي بتقول جاي على الكورة جماعة يليقوا بتمثيل الكورة مثل ما كان يمثلها شار مالك وفيليب بولوس وفؤاد غصن وميشيل مفرج على المستوى الكبير من العقول. شكرا لك استاذ جون، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء.